الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا هذا العيد يذكرنا بأبينا إبراهيم عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Questa cade in un momento delicato e in cui tutto il mondo sta affrontando la minaccia del Covid-19. A Dio misericordioso e compassionevole ci rivolgiamo in questo giorno benedetto per farci superare questa prova con meglio possiamo. أرحم الراحمين رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء بما شئت وكيف شئت اللهم ارحمنا وارحم هذا البلد وارحم الإنسانية جمعاء